عكس اللاعبين الأوروبيين الذين يصطحبون زوجاتهم أثناء البطولات، خطفت أمهات لاعبي كرة القدم المغربي أسود الأطلس أنظار العالم في مدرجات المونديال، وأصبحنا كل القصة بعدما سطر أسود المغرب انتصارا تاريخيا قادهم إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم. وعند كل انتصار كان لافتا جدا للعدسات العالمية لجوء اللاعبين أولا إلى أحضان أمهاتهم. هذه المشاهد وصفها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ببر الوالدين، وتم تداولها على نطاق واسع. مهاجم منتخب المغرب زكريا بوفال اختار فقط أمه لتنزل معه إلى المستطيل الأخضر بعدما تحول إلى مساحة لاحتفالات أسود الأطلس بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم. أشرف حكيمي أيضا رقد إلى والدته بعد صفارة النهاية ليقبل رأسها، ولم يكتفي هنا بل غرد بالصور وكتب أحبك أمي. هذه المشاهد المفعمة بالرضا شاهدناها أكثر من مباراة مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي عانق والدته بحرارة في مدرجات أحد ملاعب نهائيات كأس العالم في قطر.